بالنسبة للوصفة ديال اليوم، هي وصفة كانت مفتوحة الطلب ديالكم من طلب أخت اسمها مريم، بغات وصفة لشد البطن. طبعا كما كنعرفوا أن هناك سيدات من بعد الولادة سواء القيصرية أو الطبيعية كتصبح كتعاني من ترهل البطن، لأن يعني في الحمل كتصبح الكرش يعني كبيرة، وبالتالي ملي كتولد الكرش كتصبح مترهلة وأيضا كتصبح يعني مرخية كما كنقولوا. بغيت وصفة لشد البطن، وصفة ممتازة، وصفة طبيعية، وصفة فعالة أيضا 100%. فما عليكم سوى هذا الوصفة، غادي نقدم لكم اليوم إن شاء الله وصفة جميلة وستبهركم بنتائجها إن شاء الله وبإذن الله من أول استخدام. فللتخلص من ترهل البطن وأيضا لشد البطن، فما عليكم سوى بهذه المكونات الجميلة موجودة لديكم في البيت. فحاولوا أن تعتنوا بأنفسكم بمكونات اللي تكون موجودة لديكم بالبيت وأيضا لتكون نتائج أروع. فبالنسبة للمكون الأول اللي غادي نحتاج في هذه الوصفة هو الشبة كما كتشوفوا معايا سبق وحضرتها معكم في القناة، عندها بزاف الفوائد. فهي كتقوم بتبييض المنطقة وأيضا تساعد على شد المنطقة، شد البطن، وأيضا تزيل كل الترهلات والآثار اللي كتكون ناتجة على الترهلات. وأيضا غادي نحتاج هاد الكريم كيتباع عند السنغاليين أو الأفارقة، معروف هاد الكريم، يعني معروف لدى الجميع، الكل يعرفه، موجود بكثرة في المحلات سواء المحلات الكبرى أو المحلات التجارية الصغرى. أيضا غادي نحتاجو إناء فاش غادي نقوم بخلط هذه المكونات. بالنسبة للطريقة حبيبتي جد سهلة، غادي تاخدو ملعقة من هاد الكريم اللي هو كريم اللي معروف لدى الأفارقة، وايضا غادي نوضع ملعقه نفس الكميه ديال هذا الكريم من الشبه كيف ما كتكون قبل الطحن كتكون على هذا الشكل، وبعد الطحن كتصبح على هذا الشكل. يعني ناخذ ملعقه ونقوم بخلط هذه المكونات جيدا حتى نحصل على كريم يكون متجانس. هذا هو الشكل ديال الخليط. كتاخذوا ملعقه من هذا الخليط او كميه معينه وكتوضعوها على منطقه البطن او الكرش، وكتبقاو تماصيو بحركات دائريه هكذا حتى تبان لكم ان هاد المكونات يعني انسجمت مع البطن ديالكم. فانا كنقوم بهاد الحركه ديال الحركه الدائريه، وقسما بالله كنحس بان المنطقه يعني كتشد ايضا كتنشف، يعني كتشد بواحد الطريقه جميله جدا. فكما كتلاحظوا معايا غتوضعوا على منطقه البطن، وانا اكيده غتلاحظوا الفرق من اول استعمال وانتم كتماصيو فيها، وكتحسوا بان البطن يعني ما كيبقاش مترهل كما كنقولوا مرخي، كيبقى يتجمع وكيتشد حتى كتولي الكرش يعني ترجع كيف ما كانت من قبل، وبالتالي كتزول كل داك الاثار اللي كتبقى ناتجه على ترهل البطن او السمنه اللي كتكون في البطن بسبب الدهون. فنقول لكم كنتمنى من الوصفه ديال اليوم تكون نالت الاعجاب ديالكم، تجربوها، وصفاتي كلها مجربة، كلها طبيعية، كلها لها نتائج فعالة. ما تبقاوش هذه المرة تحطوا تعليقات أسفل الفيديو، هناك يعني العديد من الأخوات ما كنديهاش شي يوم يخلصوا من الله، يقولك أنت كتكذبي، أنت كتحطي وصفات مجرد كذب. أنا كنقول لكم دائما جربوا. الوصفة تاع اليوم هي الصراحة عطات لي عجوزتي، كانت مريضة بزاف بالكحة وبداك ضيق الصدر، منين دارتها حسات براسها مزيان وبخير ومودة وهي بخير الحمد لله، الله يخليها ليا. فبهاد المكون كاين هاد الكريم هذا اللي الاساس ديالو هو في ليو، رحت في ليو، فلا ما عندكش هذا وعندك هذا اللي داير كزاج، هو راه داير كزاج، فيمكن لك تعوضيه به لانه مفيد بزاف. هو ما بقاش عندي بزاف هنايا، هو كيستخدم يستخدم ضد الزكام وكيسهل الهضم وكيريح حتى الاعصاب، هو مفيد بزاف، وكيستعمل ايضا يستعمل في التهاب المفاصل، وكذلك كيستعمل في الحالات الربو والسعال الى ما ذلك. ها هو هنايا راه عاطينو حتى كاتبين هنا هي عليه لي سوان دو بو، و بزاف ليه فوائد بزاف زوينه حتى الالم المفاصل.
وإلى ما ذلك. فالأساس ديالنا هو هذا، هذا الكريم هذا اللي ريحته تعفليه زوينة، وغنزيدو عليه القرنفل، غنزيدو عليه هاد المكونات هادو، القرنفل اللي حتى هو مفيد في تسكين الآلام وكيلعب دور مهم في الوقاية من الإصابة بالأمراض البرد، وكيعطي الطاقة للجسم وكيشعره بالدفء. ولكن رغم أنه ليه فوائد ومميزات كثيرة، إلا أنه ليه أضرار على المرضى الكبد والأطفال ومن يستخدمون الأدوية لسيولة الدم، فما تكترش منه. والقرنفل كيسكن حتى الآلام الأسنان ومعالج للثة كذلك، ليه فوائد كثيرة كما قلت لكم، ولكن ما تسكتروش منه. فراس معلقة صغيرة ولا نص معلقة صغيرة مطحون، وكنزيدوه على هذا الكريم هذا اللي حتى هو كناخذو منه معلقة، وكنزيدو عليه الكمون، هذا الكمون ما عرفتش واش تيبان لكم مزيان، هذا الكمون حبوب اللي حتى هو ليه فوائد كثيرة جدا جدا جدا، فهو من الأعشاب اللي كيعالج الكثير من الأمراض، وما كينافسو حتى حاجة، وما كتنافسو حتى عشبة أخرى. ف عاد زائد الملح، حتى هي ملعقة من الملح، وملعقة من الكمون مطحون، وملعقة من القرنفل، أو هذا ما عرفش شنو سميتو، مسمار قرنفل او شي حاجه بحال هكا بالعربيه، حتى نشوف سميتو بالعربيه. وكنجيبو هاد الكريم كما قلت لكم، كنخلطوا المكونات، وهادشي غادي تشدوا رجلاتكم لتحت، القدمين يعني رجلين من التحت، وغادي تدهنوا مزيان حتى تبغيو تنعسوا، حتى تبغيو تدخلوا للفراش تسالي وصلاتكم وتسالي وتدخلوا للفراش، ما بقيش غادي تنوضوا عاوتاني. وغادي تستعملي هاد الخلطه هادي، وغادي ديري تلبسي الجوارب او لا تقاشر ديالنا، فراه مفيده 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 بزاف، وغادي تشكروني عليها. نتمنى الوصفه تاع اليوم تعجبكم.